انا واحد من الناس مع باتمان ديما كاسكروتي وكاسكروت المدام. اللهم صل على النبي، ريت المدام نهار اللي ما جربهاش كاسكروت باتمان راهو يحتمل غدوه محكمه من بيت في السالة ومن ومن باتمان. باتمان كل شيء عم باتمان، كل شيء باتمان، حتى كي نطلق راهو في الاخر باش ناخذ باتمان. ورحمة امي على الطبيب اللي طايفين باش ناخذ باتمان. باهي خويا توافقيني عليه ناخذه يا مدام يا مدام. معاش تركب حتى طنجره تساعدني انا ب 1000 فرانك كان خير ما تقول لي خويا جيب لي سكالوب وستيك ومن حتى راس العام راهو مدفون. راس العام مدفون. هاك الدجاج وهاك السكالوب والورقه واحده ما يدوروش عندي انا في الدار. والله العظيم قبل ما نجي لباتمان نوصل 130 توا والله العظيم من هيلات باتمان وهذيا هذيا المدفونه ومنها منها والله العظيم خايف لا نمشي نوزن روحي نلقى 150. شنو هذه كاتب؟ هذه المدفونه نتاعنا نخدموها بالبعبوش الشاقين مخاصي عجول واللحم مفروم. حط الراسيون نتاعي انا يعني هكا كيما رسمتهم. تسمى راسيون هذاك؟ اي راسيون. تسمى راسيون ونقرحوا بالعباد مش كيما برشا خويا يحط لك ريت اعتباره ما نعرفش. باش نزيدوها بنا على بنا الراسيون يتقص. الراسيون نتاعنا يقصوه. مازال لازم يتقصى؟ اي لا تو نقول لك كيفاش تشوف. مثلا تو نعطيه هاك القصه نتاعك. كل في الصحن يعطي قوة خير من اللي تشد اللحمه تمشمشها. كي تقصى كي مليح مليح مليح. ها؟ يتحكى مع المدفونه نتاعنا يعطي قوة. حاجة كروايال باهي مدفونة كروايال حطو صحنة نجد الدجاج شوية تفاصيل هاذيكا بالكعابر اللحم مفروم واللوبيا بالطبيعة ما تعرف المكونات نتاعها. فما اللي يسألوني يقولوا لي فتحي خي ملوخية ولا تشبه للملوخية سبحان الله ما يعرفش. هي هذه بالسلق لكنها مش مرقة خضرة. هذه مدفونة. المدفونة هذه ماكلة زمنية ماكلة معناها كلاوها جدود وياكلوها قديمة برشا. باهي توا حضرت الصحن نتاعنا حضر. نحطوا الرشوة نتاعنا. شاي فايد. هكا نقدموها للكليون الثمن نتاعها 12 دينار. 12 دينار بالمحتوى اللي فيها منا توكل زوج من الناس. زوج من الناس. زوج من الناس وكالة وكالة ياكلوا صحة وصحة. تفضل اجي. نسمع فيك خويا تقص في الكياس تدفع على وقاي لغزرت اليمين اليسار جاي تجري باتمان منو كاسكروتي منو كاسكروتي مع باتمان. انا واحد من الناس مع باتمان ديما كاسكروتي وكاسكروت المدام.
اللهم صلي على النبي. ريت المدام نهار اللي ما جربهاش كاسكوت باطمان راهو يحتمل غدوه محكمه وتحقيق ومنه في الصالة نبات في الصالة ومنه ومنه. هذايا باطمان احلى تحية واحلى سندويتشات سنست بيه المرأة انا، نجيب لها الياغورت ونجيب لها ستيك ونجيب لها سكالوب طيبين لي، عاملين لي مقرونة، عاملين لي كسكي. تقولي لي يا ودي لا كسكي المقرونة غرمتني بكسكروت باطمان، جيب لي كسكروت باطمان. والله العظيم عندي شر، عندي شر كليت مشتي المقرونة، مشتي الكسكسي، أما مع باطمان ناخذ في كل شيء. عندنا اللبلبي، عندنا السكالوب، عندنا المدفونة، عندنا كل شيء خويا مع باطمان خويا، وليد حومتنا ويسايس الناس الكل ويحب الناس الكل وياخذ بخاطر الناس. ها فضي لك مع الدار، ها ما عادش تركب حتى طنجرة في الدار. فضي لي ما عادش تركب حتى طنجرة في الدار، تساعدني 4000 فرنك كان خير ما تقول لي خويا جيب لي سكالوب وستيك ومن حتى راس العام راهو مدفونة. راس العام مدفون. هاك الدجاج وكل السكالوب والورقة واحدة ما يدوروش عندي أنا في الدار خويا. باطمان باطمان كل شيء. راس العام باطمان. كل شيء باطمان، حتى كي نطلق راهو في الآخر باش ناخذ باطمان. ورحمة أمي على التطيب اللي طايفين باش ناخذ باطمان. باهي خويا توافقيني عليه ناخذه يا مدام. يا مدام والله العظيم قبل ما نجي لباطمان نوصل 130 توا والله العظيم من هيلات باطمان وهذيا هذيا المدفونه ومنها ومنها والله العظيم خايف لا نمشي نوصل روحي نلقى 150 ما شاء الله الحمد لله الريجيم الريجيم تبيب عاتيني اسمك تاكل ربع خبز وشويه جبن مع باطمان اخويا ما نفهم شيء كلمه مع اخويا حسن معظم ولاد حومتنا ما شاء الله ربي يفضلهم لنا معظمهم هكاي انا ديجا قلت لك من الاول كي بديت وكيل اخويا رانا ولاد خير نحن بديت برويته صغيره ومن الحمد لله وفضل ربي حلال ومن ولاد الحومه يقولوا لي فتحي اخر وقت تعرف حاجه باش تبات لك تتهلك لك ومن عايت لنا اخويا عامل لنا كسكروتات وحط وقول قد ايه خذ فلوسكم مش على هذيا من الميزات ولاد الملاسيين اخويا ربي يحفظنا راهو ريت قاعدين يخزروا كان في الكوتيل خايبه في الحياة الشعبيه ما يخزروش شكل الحاجات الباهي راهو كيما فما ناس خايبين كيما برشا برشا باهيين وحنا في بعضنا ولليوم مازالت مراه تدق على جارتها صحيح. بالرغم الاغلاء نتاع الخضره هات كاردين بصل هات طرف طماطم هات تعمل طنجره جيعان دق على دار توا تاك داري كسكوتك احذر حسن كسكوت احذر خويا حتى مش هاي يا شي خويا هاي هاي يا خويا هاي يا خويا باش ما يقولوش احسن عامل ببليسيتي بشكل بلاش هاهم 4000 خويا وربي يبارك لك وربي يبعد عليك البلاد كان نذكروا سامحنا نذكروا العباده فتحي كانت برويتها اليوم الحمد لله يا ربي اش وليت فضل ربي الحمد لله فضل ربي ربي سبحانه وتعالى عنده كل الخير وقت تخدم بالحلال وتثابر وتكد وتعمل وتتعب ومنا راهو مش بالمعنى ما يمشيش هكاك خساره الحمد لله فضل ربي عملنا هذه وان شاء الله بشويه بشويه باش نعملوا فيها شويه تحسينات ومنا خانتنا الظروف مي بشويه بالخدمه 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 انت ديجا قلت لي شبيك ماكش عامل سيكلوات ومنا ان شاء الله انه بربي باش نعملوا سيكلوات ونحبوا نحسنوا فيها من داخل شويه بالخدمه بالخدمه اخويا كل شيء يجي تخدم على روحك بالحلال ربي سبحانه وتعالى يرزقك تتزين الكرنفال نشوف فيه هنا تعلقوا فيه تصاور باطمان والجو ذاك الكل قدرة الله السميع العليم ربي سبحانه وتعالى قادر باش يجعل منها هذه جنة في الأرض هذه تو نعملوا لها التصاور نتاعها ونعملوا لها الكتيبة باش نعرفوا معناها بشنو نبيع وكذا ونعملوا التعريفة نتاعنا الأسوام ومنها ومن داخل شوية تحسينات مروات وكذا خاطر تو كيف ما خذيتها كيف ما هي جاني ظرف ومنها حصيله خذيتها هي ما نجمش نحسن فيها ان شاء الله ربي ينور ان شاء الله عند ربي عنده كل خير احنا نعملوا اللي علينا ناخذوا بالاسباب وربي سبحانه وتعالى الرزاق وقت انت تخدم بالحلال وما تحاولش تحرم وتكون نظيف في مخك وفي صنعتك وتود الناس بالحاجه النظيفه بحول الله بمشيئة ربي سبحانه وتعالى رزقك يكون مبارك فيه يا حول الله ورزق مبارك فيه هو الرزق محسوم الرزق مبارك فيه هو الفلوس هذيك ومنها تثمر وتعطي نتيجه والنتيجه راك تشوف معناها كما قلت لي انت من برويته وليت هكا وان شاء الله ربي نواب ومنها ممكن ياسر نحبوا نمشيوا لبعيد وعندنا ثقه في ربي وعندنا ثقه في الصنعه نتاعنا نقدموا في حاجه باهيه برشا هذا مخاشي عجول وشاقين
حطوا شويه منه شويه منه. ساعات في الهرق ساعات تجي طرف نتاع بعبوز زاده بنا بنا مش هنا. بالنسبه للمدفونه بنا بنا وما تنفع بنا وما تنفع خاطر فيها السلق فيها اللوبيا. نفحات نفحات نطوحوا نفحات الزمنيه نتاعنا. نفحات سبيسيال عاد؟ اي اي ماذا بيك ديما نفحات. بالنسبه للنفحات يا عندك مصدر يا عندك مصدر تاخذوا منه اللي تخدم الديال يعني؟ يا تعمل وحدك. والله عندنا الولاد الحلال موجودين الحمد لله وفضل الله على قد ما عندنا عباد في تونس قلوبه مريضة ويحبك الثراء الفجفي ومنه كان قد ما عنا عباد ولاد حلال ونستعف ربي. هذاك الراسيون نتاعنا الراسيون نتاعنا هكا هكا نجيو نحطو ما اريدش نحكي لك هكا تروف بعبوس جاو في الله متعابر هذيك محمد خير خويا بالشفاء ليك ومرحبا بك. بتمنى اليوم جيوه من 24 ولايه قبيك قلت لي راني يجوني في البلايص الكل خاصه كي نطيب المدفونه وكي نخدم المدفونه يجيوها بالذمه الناس الكل. تو المدفونه نتاعنا الحمد لله وفضل الله وصلت حتى لبرا فما اللي علبوها ويوزوها لبرا. وصلت المدفونه نتاعنا في المانيا وفي فرنسا وفي برشا بلدان والعباد معناها يرحموا على الوالدين. فما شكون يقول لي بالرسمي معناها كي نلقى حاجه هكايا في غربتي ومالنا يشم عليها ريحه البلاد. تعرف انت الماكله الزمنيه نتاعنا شنو مع كوجينتنا زاخره برشا دخلت علينا برشا ماكل ومن دخلتنا بعضنا. لكن الحمد لله فضل ربي مازالوا عنا شكون كما نقولوا عندهم ما يقولوا في روحهم في الصنعه وكذا. عنا المدفونه عنا نعملوا العقد نعملوا المثاومه بلسان البقري وتجي العباد وتاكل وكلهم معناها يمجدوا ويشكروا الحمد لله فضل ربي. حاجه ماكله زمنيه ماكله زمنيه تيب سله سله ما نعرفوا كيفاه معناها بال تاباري تاب نعرفوها كيفاش تخدم من اولها لاخرها ما تتحرقش المراحل. ما باهي على فكره فما نساء تحب مغرومه كي تحب الطيب ومنها باهي سهل برشا. المدفونه تاخذ طرف سلق ثم اللي يعملها بالسبناخ انا نقول لك سلق ابن تاخذ شويه سلق تفورهم تنظف السلق نتاعك ومنا تنحي منك العوده اللي من تالي تفورهم ترخاو بالكدا بالكدا تخليهم يتسقطروا بالكدا تقليهم في الزيت ما تخليهمش يتحرقوا الجست يتبدل لونهم يوليو يتهرشوا شويه ترحاهم. من بعد تتركب المرقه نتاعك تحط اللحم نتاعك اللحم مفروم واللوبيا تجي ابن مدفونه بحول الله. وعلى اي واحد يتسائل في حاجه ولا منا كونت تيك توك الباد 45 خويا انا مستعد كان زم نعمل فيديو توضيحي باش العباد تولي طيبها في ديارهم وان شاء الله ربي يدير لنا الخير. وبالله على فكره عندنا مفهوم يقول لك صاحب صنعتك عدوك. من وقتاش احنا مسلمين احنا عباد نوحدوا الله سبحانه وتعالى مسلمين. كيفاش انا حاجه باش ندلك على خير ولا منا نقول لك لا صاحب صنعتي عدوي. لا صاحب صنعتي خويا ومرحبا بيه. واي واحد يخمم باش يعمل مشروع كيفي انا هذيا محلوله في كل وقت يجي خويا نوريه اللي نعرفه كل ما فما حتى سر خويا كله من عند ربي نوريه اللي نعرفه نوريه اللي نعرفه نوريه ونوريه منين نشري ونوريه. وبالله ماذا بينا الشباب الكل اللي قاعدين نقولوا معناها صحيح ثم غلاء معيشه وصحيح ومنا يا خويا ارجع لربي. ربي سبحانه وتعالى عنده كل الخير. ربي سبحانه وتعالى ما يخليهاش بيك وقت العباد كلها تجبد بيك. ربي سبحانه وتعالى
وقت تناجي ربك تلقاه، كل يوم ربي سبحانه وتعالى يعيط لك 5 مرات في النهار، امشي له احكي له مشاكلك، بوك وامك ما يسمعوكش كما يسمعك ربي سبحانه وتعالى، امشي لربي، ربي عنده كل خير، توكل على ربي في اي حاجه، خذ بالسبب، اي حاجه فيها رزق، انت خذ بالسبب وشوف ربي سبحانه وتعالى كيفاه، ناخذوا الاسباب هو الرزق مقسوم، وراو اللي حاجه اللي باش تمشي لها بالاحرام، صدقني شويه وقت تجيك بالحلال. كنا الحمد لله ما سرقناش ما اختفناش، كنت نعمل في التطواج الحمد لله يا ربي، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد حتى يبلغ الحمد منتهى، بطلنا الوشام، ربي نعم علينا الفلوس شوية يا عبيدة، ما والله العظيم مبارك فيهم ربي، والله فيهم بركة، تاخو بهم كان الحاجة البي، مش تاخو فلوس، فلوس حرام برشا، فلوس تاع تطواج ومرض ومشقة وفساد ومن ما تفضل حتى شيء. طيب نقول لكم توكل على ربي في أي خدمة، اخدم ثابر واطلب ربي وشوف ربي عنده كل خير. توا دنيا باردة وحال الشتاء يقولوا البرد، يقولوا الماكلة عنده ماكلته سبيسيال، ما فيهم المدفونة، يقول لك المدفونة متاع البرد. احنا بطبيعتنا التوانسة ندخلوا شوية في عنا كل فصل وماكلته، مثال توا في الشتاء كي تبرد الدنيا ومن نحبوا الماكلة القوية واللي تدفي ومن باهي، ساعات نعملوا برغل شوفرات، برغل شوفرات راهو البرغل برغل شوفرات هذا برغل، برغل مقطع برغل قمح، والقمح باهي للاعصاب تاع العبد وباهي بالقدا، برغل بالشوفرات حاجه بنينه برشا ومنفعة صحيه وبنه بنه بنه ما تتوصفش، بنه ما تتوصفش، وجربوها في دياركم تقولوا يرحم والديه. الاوقات كيفاش عندنا العقد تتاكل في الشتاء، الهرقمه في الشتاء، والمدفونة، المدفونة على الكل خاطر المكونات متاعها فيها الحديد، فيها برشا حاجات باهية باهية بنينة وصحية شيء غريب. باهي بالنسبة للأوقات متاعي، الوقت متاعي من الأربعة متاع العشية للعشرة متاع الليل، موجود ديما من الأربعة متاع العشية للعشرة متاع الليل. باتمان برشا عباد وأنا لاحظت هذا، وبرشا عباد يسألوا فيا أنا شخصيا، يكلموا فيا يقولوا لي أك السيد اللي صورت معاه وين موجود؟ كي نفسرهم ما يفهموش، برشا عباد بالنسبة لهم أنت في وسط الملاسين، فسرهم أنت وين بالضبط؟ برشا حتى أنا يسألوني في التيك توك ومن يقولوا لي البلاصة وين بالضبط؟ باهي البلاصة سيدي الطريق، أنا توا المنطقة نتاع الملاسين نبعد عليها يمكن من با 100 متر. الطريق اللي يهز البوشوشه وانت جاي معناها الفوق منا من فوق سبيطار الرابطه وسبيطار وسيله، على الطريق اللوطه اللي يهز الحجور والملاسين ويهز البوشوشه، راس سعده وانت ماشي البوشوشه من جاي من شر نيكول وانت ماشي البوشوشه. راس سعده بتاع الرابطه، العباد الكل يعرف البلاصه هذه بالسعده بتاع الرابطه. زاده ما شاء الله اخويا البلديه وعملوا لنا البلاصه، كانت في الشتاء على فكره برشا تبعه منا، خزر ما شاء الله تعملت زرس من اللوطة وعملوا فيها سور قصير ومازالوا حطوا التراب باش يعملوا زرع باش يولي بلاصة، اللهم صل على النبي. عندي كسكروت ما خذاش حظه، هذا من ابتكاري انا، ما خذاش حظه، كسكروت بنين 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 على الاخر، السوم 8 دينارات، مسميه ساندويتش باتمان. كنت تعطيني المكونات نتاعو ساندويتش باتمان هذا، فرويد مار وسكالوب، يقولوا راهو فرويد مار وسكالوب ما يجيوش مع بعضهم، انا نقول لهم جرب ذوق ومن بعد احكي. فرويد مار وسكالوب؟ فرويد مار وسكالوب، سكالوب اعتبارك كما نقولوا احنا الجوكر في لامي، تحطوا في اي حاجه يمشي. برشا قالوا استغربوا، مي كي ذاق انا نرجح وابن كسكروت، وهذايا حاجه عملتها انا معناها من ابتكاريه. احنا المدفونه نتاعنا كما قلت لك عندنا مع شكون نتعاملوا، نختاروا الساقين الباهيين، نخدموا عجول ما نخدموش بقر الحمد لله، الحم مفروم، الحم معناها يفرمهم الجزار قدامنا، السلق مفروز، نخدموها بنظافه، واكريت البنه كيفاه وزمنيه، خذيتها على ناس كبار على جدود ومنا، خذيت الصنعه هذه نتاع المدفونه على عباد كبار بالقدا بالقدا، يعرفوا كيفاه يعملوها وطبر يطب، نعرف نعمل المدفونه هذيك اللي كانت تعملها ماماتك وماماتي. ريتها البرويته هذه خويا، هذايا وليت نجيب بها السلعه، البرويته هذيك اللي بديت بها، اول ما بديت بالبرويته هذيك. من بعد البرويته هذيك ربي سبحانه وتعالى ناب الحمد لله بفضل الله خذينا هذيك هايك. المقابله ما نعرفش كانت لازم تجبدها في الكادر هايك. المقابله شاهدوا فيها احنا طاف الكاميرا ها هذيك الثانيه، خذيت هذيك
خدمت عليها ومنا كي توا بردت الدنيا وشتا واحد ووليت عنا هذه الحمد لله وفضل الله خويا ولات عنا هذه هاكا البنوطه ولات معاه تصب عليها المطر محميه ماكل حتى كي تصب ندوه وكذا انا والمراه والبنوطه كالعاده بدينا مع بعضنا هاك ترى انا نحكي معاك والمدام معناها تكافح وتعاون في الدار كيف في الدار كيف كيف خويا عائله صغيره مستكفين برواحنا الحمد لله رب العالمين نتعاونوا كي معناها كاري ومتعاونتني مرتي مانيش حاصله بغلاء بمنا نخدم على روحي عامل مجهودي كما نقول واحنا كل نلقى روحي ما نخلطش نجم نزيد في السوايع نتاع الخدمه وربي سبحانه وتعالى عنده كل خير.